أحمد المصطفى سيد، محمد جاسم، محمد الأمين، متفائل بالله، جناب المواطن العامري، كرم حسين، فخر الدين محجوب، محمد صديق سامبا، وجتبى محمد يوسف، شهاب الدين أحمد، الواثق ناصر، ستة، صاحب الذكرى المنسية، الكسوفي، وجدان حسن، زينب، محمد، هادي محجوب، نور عبد السميع، سارة نيفرسون، مناهل، رمزيد أحمد، مصطفى أحمد، محمد مصطفى، رحاب، بريه، دنيا، حاتم، محمد بابي كررتول، ويام. أسامة الليثي، يوسف محمد، كيف أخباركم؟ كيف الأمور؟ إن شاء الله طيبين الأحوال. صاحب الظل الصفوي، مريم الحسن، علي صلاح، خطاب، محمد البدري، كيف أخباركم؟ أنس ليجند، محمد قمر، حذيفة، وأسيل، I need you.
حب الناس مبالاة السلام عليكم، مساء الخير. سأل الله الرحمة والقبول لشهداء الشعب السوداني الماتوا في كل الحقب والأزمان. الناس ضحت بنفسها من أجل حقها والدفاع عن أرضها. الثوار في كل الفترات المتعاقبة في تاريخ السودان، الناس اللي اقتنعوا بالتغيير أحياء وأموات، ربنا يتقبلهم إن شاء الله. أسأل الله أن يرحم الشهيد الحلاوي. الشهيد الحلاوي طلع من أجل حقين، الحق اللي ماتوا عشانه الشهداء أصلا، واللي هو هسه إحنا نسيناه. إحنا طلعنا ثورة على البشير ليه؟ إحنا طلعنا لشنو؟ التغيير لشنو؟ الكلام بقى حس في مفاوضات واتفاق. ماتوا ناس دفاعا عن الحق ده، شهداء فقدناهم في الاعتصام، الشهداء اللي فقدناهم بداية الاعتصام، الشهداء اللي فقدناهم في التغيير 2013، الشهداء اللي فقدناهم 2009، الشهداء اللي بنفقدهم في الجامعات اللي بيختطفوهم واللي بيغتالوهم واللي بيخفوهم من 89. الشهيد الحلاوي طلع بلسان الثورة وبالتغيير، اللي هو انه دارين مطالبنا. في المقابل كان في حاجة اسمها العدالة الانتقالية، تكلمنا عنها 2020 2021 لما الصديق المهدي تكلم عنها. العدالة الانتقالية مصطلح كان جديد ولكن ضمن في اتفاقية جوبا. قلنا لما تجي مواعيد فض الاعتصام حينادونا يقول لنا ولعوا شموع، وفي الذكرى حقهم حق الشهداء حيقوموا يعملوا لوحات يخطوها ويحتفلوا. ابو الشهيد وام الشهيد الحضروا، الناس ما توجه لهم سهام يا اخواننا. هو ده في النهاية بني آدم عنده أفكاره، عنده قناعاته، عنده توجهه. هو ما كان حيعرفنا ولا كنا حنعرفه لولا ولده شهيد، مواطن سوداني زيه وزيك، هو مقتنع انه يجي في دعم حكومة حمدوك، من حقه يدعم التغيير بالوفاق، من حقه يدعم كله، من حقه. احنا ما عندنا مشكلة. رمزية تحويل الثورة حقتنا ليه؟ البت اللي كانت لابسة توب أبيض والشموع، إحنا ما بنقبلها، ما حنقبل كلام زي ده. إحنا هو عنده حقين، أم الشهيد وأبو الشهيد، حق ولده القصاص إذا عفى عنه ده حقه، لكن إحنا بنجيب حقه. واحد، كنا متفقين مع الشهداء على حاجات معينة تحصل، هم ماتوا عشان الحاجات دي، هسي إحنا بقى في رقبتنا أمانتين، حق الشهداء وحقهم. الأمانة الثانية المطالب اللي طلعنا عشانها. دي العدالة الانتقالية. السنة الجاية الشموع اللي حس الناس اعترضوا عليها، السنة الجاية ما حتكون في شموع، تذكر ما في شموع السنة الجاية، ولا في زول حيطرى الموضوع، ولا لوحات في الشوارع. أنا بقول لك حتتنكر ليهم وتنساهم، بس أنت ما بتصدق. كنت بكلمك من 25/10 بيحصل تغيير كبير، ناس حتنسى والناس حتبعد. يعني السنة الجاية حتى الشموع اللي ولعوها أهلهم دي ما حتشوفوها. والله رحم الله الشهيد الحلاوي، أمه استقبلته بالزغاريد. هو ده تجسيد لغيم الشعب السوداني. مكود مكوك من 40 طاقية، أبواتك قبيل جابوها بالزندية، بشوف أسر، بشوف ناس
ومستقبلته دي رجعتنا ورا كتير والله. ولما نرجع ورا نشوف انه سيد الحق لما نسكت عن حقه لأسباب واهية أو أسباب مغنعة بالنسبة له، سيد الدم وسيد القصاص، بيحصل التغيير حتى في المجتمع. أي ثورة قلنا عندها غاضبون، تفتح ساحات الفداء في أي حتة بتلاقيك. في المقدمة عندهم الشهيد العبادي، شهيد العبادي اللي عينه مضروبة. شهيد العبادي مشى أول مرة ضرب رجله ورجع، تاني مرة رجع الجنوب أغنعوه عشان الثورة وعشان المشروع الحضاري وعشان الغيم، أغنع أهله وأغنع أخوه ذاته ومشى. مشى تاني ضرب عينه، بتشوفوه في ساحات الفدا في المقدمة، يتعالج في السلاح الطبي، رجع مات استشهد. غاضبون بتاعين الثورات بيكونوا مؤمنين بالتغيير، ديل النظام نفسه لازم يتخلص منهم عشان يقدر ينفذ سياساته الشيطانية. مشوا قفلوا لهم الجامعات، صفوهم هناك. أمهاتهم سكتوا، ما سكتوا يا صرفة، سكتوا، قالوا لهم أولادكم في الجنة مع الحور العين. سموا على ولد المردي الشهيد، سموا له داخلية ذكرى، وداك سموا به شارع، وداك سموا به مدرسة، وداك مركز صحي، والأمهات سكتوا. سكتوا، كان يمشي المحكمة في زمن الطاغية البشير، لا كان يمشي للبشير ويقول له أولادنا ديل لما انكتلتهم أنت والترابي كنتوا بتطلعوا تقولوا معاكم غازي عتباني ومعاكم صلاح قوش ومعاكم عوض الجاز، كان بتقولوا لهم يا أخي والله السودان دي إحنا التغيير، والجنوبيين ديل إحنا البلد دي الضايعة، وإحنا وإحنا وحنجيب وحنغر. ما حصلت هالحاجة دي، ريك بولاند كروزرات كان تمشي تسأليه، كان تسأليه تقول له يا أخي كتلت ولدي عشان تبني بيت في جامع في كافور لأبوك يا عمر البشير. ولما جاءت الثورة حقتنا دي كان عندنا شهداء، شهداء شهداء من أي حتة، شهداء في أي حتة. أنا أكتر شهيد يعني عندي معه ارتباط وجداني شهيد نجم الدين المضروب في مبدة في الخور، لابس تيشيرت أحمر وجينز مرمي كده في طرف في في في, في الجنبة بتاعت الخور، لو شفتوها 2013. ما في زول في السودان ده ما استشهد وما قدم ولده، ما كان في زول بيتحاسب. الناس كان بيضربوهم في الحاجوسي، بتلقى المواكب اللايفات شغاله شارع الأربعين موت، طوالب تمشي هناك زي الانجي موت، بتجي راجع هنا بورسودان موت، كسله موت. الناس ما في زول كان بيحسب دم، لانه مؤمنين بعشر حاجات للتغيير متفقين. امهات الشهداء قدموا اولادهم، لما امهات الشهداء كانوا بيقفوا قدام المواكب بيقولوا يا اخوان احنا كفايه دم اولادنا عشان اولادكم ما يموتوا، ماتوا اولادنا عشان يعيشوا اولادكم. 3 سنين قعدوا مع حمدوك، عملوا اللجنه وعملوا لجان وعملوا عوضوا فلان وديه وقصاص. انا ده مواضيع ما بتدخل فيها، انا ما بحاسب ابو شهيد ولا ام شهيد. انت زول عادي عندك الحق تدعم حمدوك، ممكن تحب حميتي براحتك، انت ما بني ادم، ما عشان ولدك انا اقوم احاسبك. انت عندك توجه في اقيف وولع شموع، انا ما عندي معكم شغل. لكن لانه امهات شهداء ثورة الإنغاز سكتوا للبشير والترابي، وأولادهم قاعدين، وأولاد عوض الجاز قاعدين، وأولاد البشير قاعدين، وأولاد إبراهيم شمس الدين قاعدين، وأولاد كلهم قاعدين. هل ده المشروع اللي طلعوا له أولادكم؟ أمهات الشهداء سكتوا، رضوها بمركز صحي وشارع زلط ومدرسة، سموا ولدهم جو حسي حمدوك في افتتاح شارع الشهيد فلان وافتتاح شارع. ما هو مات عشان يسموه شارع، ولا كنا بنعرفه ولا كان بيعرفنا ولا قال دار شارع، هو جاء مات عشان 1 2 3 عملت فيه شنو يا حمدوك؟ سؤال حمدوك أولاده يقيمون في الخارج لأنه مرتبطين بمدارس. أنا ولدك قاعد برا وولد المرة دي مات يا حمدوك، أقتل لك بنتك وسمي باسمها مدرسة، رأيك شنو؟ وحمدوك لما الضغط الشعبي زاد مخابرات والشيطان قالوا نرفع قيمته واسهمه، عملوا عمليه اغتيال حمدوك واعتقلوا فيها ناس، انت وقت اعتقلت ناس متهمين، ما ممكن تطلعوا اللي ساي بعد سنه. النعمان ده اعتقلته سنه، فكيتوه وقلت يا اخي ما لقينا عليه حاجه، ما في حاجه اسمها ما لقينا عليه حاجه. جبتوا الاف بي اي ما مقتنعين بالعداله في السودان، اللي هي انت يا حمدوك قلت تكونت لجنه تجيب حق الشهداء. سكاتك عن الحق تحت أي ظرف، الدم ده إلا الغصاص. كل الخطب العاطفية بتقول لي عن إن إحنا سلام وأولادكم أولادنا وما دارين، ده كلام فاضي، أنا ما بشتغل به، ما حيغير. لأنه لو كان 2013 الناس سكتت،
2019 ما كنا حتى عرفناكم يا امهات الشهداء وابهات الشهداء. من 2013 قدمنا 300 شهيد في يومين، العالم كله سكت عنها. مجزرة دي هي اللي انتجت 2019، هي اللي كانت القاعدة والاساس طلع بها 6 مليون مواطن سقطوا البشير. امهات شهداء 2013 معانا في المواكب، ما قالت انا قدمت ولدي 2013 وسكتت قاعدت في البيت، لا طلعت معانا وواقفه معاك في الاعتصام. ما سكتوا عن حق اولادهم ولا قعدوا مع البشير ولا فاوضوا ولا اتفقوا ولا سووا السبعه وزمتها. طلعوا واصلوا وغادوا المواكب وكان دماء اولادهم شعارات ورموز ثوره 2019. فالكلام الفاضل بتقال ده انا ما بفهمه الا في اطار الوفاق شغل مخابرات، وبدا عن اي زول في السودان تولع الشموع مع فوكلر، ما تجي تولعها مع صرفه. ما بتكلم بحق الشهداء وطالعه، حتى لو طلعتني مشكوز طلعتني جنزاته، ما تولعوا الشموع ديل مع الناس السوار في الشارع، ولعوها مع اصحاب اولادكم. مولعينها مع فوكلر ليه؟ الخواجه فوكلر، عدالة الانتقالية، شروط وجود المبعوث الأممي. وإحنا بنتكلم يا أخواننا، واحد من المعضلات في التغيير في السودان القفز في الظلام. لما جينا نسقط البشير الناس كانوا بيقولوا لك البديل، قلنا البديل الشعب السوداني ومطالبه. كنا في الوقت داك بنفتكر إنه حوا منجبة، رجال متحملين مسؤولية، يمشي البشير يقعد في كرسي وأي زول. والدليل البشير نفسه، البشير لا جاب حزب لا بانتخاب لا جاب إعلام، لا في زول شافه في الدنيا قبل كده. الترابي في إفاداته في قناة الجزيرة قال لقيته مرة واحدة بعد الانقلاب، ما كنت بعرفه. طبعا دي مسؤولية حيخش بها جهنم، دي موضوع متربس في وقت ما بتعرفه جايبه مالك مرشح يا الترابي، مو بالينا به مالك. البشير لما حكم السودان ما كان في زول بيعرفه، وقعد 30 سنة. شنو يعني أي زول ماشي في الشارع بيقدر يحكم السودان؟ الموضوع ده بسيط جدا، إلا أصحاب الأجندة اللي ما بيتفقوا. في شنو السودان مشكلته شنو يعني؟ الآن ناس بتتكلم نسقط العساكر، البديل موجود. البديل شنو يا أخواننا؟ أي زول بيقدر يحكم البلد دي، أنتوا ما تقعدوا تعطلون. البديل أنا وأنت، أنا وأنت ما بديل، وأنا يدي ما بخدتها مع أي زول حسي. خلاص أنا يا مو أنا 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 صرفة ده، أنا صرفة ما بخط يدي مع اي زول. جيتني ما بخط يدي معك، ما دار اخط يدي معك، ولا دار اعرفك ولا دارك تعرفني. بيني وبينك مطالب تجي عن طريق صندوق ضد الديمقراطيه اللي بعرفها، غير كده انا وانت وكلاشنا في الشارع، محل ما تمشي تمشي. بس الموضوع ده باختصار، الكلام العاطفي، الكلام اللي ضيعتوا بيه الناس، الكلام اللي ودرتوا بيه الناس. ما قلتوا البديل انت وانت وانا وانت وانا، البديل بعد 25 انت وانا، خلونا نسقط العساكر، جبتوا العواليق بتاع عندكم تاني. حسب طالعين اول اللايفات بتبدوا تنبزوا في الناس ديل ذاتهم. حلو، انا دايرك تشرح لي بالمنطق. جاء فوكلر قاعد قال يا اخوانا انا داير احل مشكله السودان، جميل. قال يا اخوانا حنعمل شراكه بين العساكر والمدنيين، حلو. جيبوا مدنيينكم تعالوا اقعدوا. فوكلر هو الوسيط بين العساكر والمثليين، ولم اخطئ، المثليين والمدنيين واحد، ويجمعهم عدم المبدأ والميم الأولى في الكلمة، الشذوذ على المجتمع والأخلاق والمبادئ، مدنيين ومثليين واحد. ففوكلر لما عمل الشراكة الآن بين المثليين والعساكر قال يا أخي جيبوا مبادراتكم من الأحزاب المدنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة. أول لجنة مقاومة مشت وقفت قدام مبنى الأمم المتحدة، تم رصدها وتصويرها ونشرها في الميديا، قالوا اللجان دي مزورة ما حقتنا. قلنا لهم حاضر، إحنا كمواطنين ما عندنا كلمة في البلد دي، إحنا ما درجة تانية ولا ثالثة، إحنا ما حاجة، إحنا ما حاجة. لما الناس يكتبوا لك صرف صوتي يمثلني، ما لأنه في الشارع ما درت تدو صوت ولا تسمعوا، ولا في جريدة بتعبر عنه، ولا برلمان يعبر عنه، ولا نائب ولا محزب ولا حركة مسلحة تتكلم باسم مواطن، إحنا ولا حاجة. اللجنة الأولى مشت قابلت فوكلر، قالوا يا أخي دي ما بتمثلنا، اجتمعت لجان مع بعض قالوا كوننا حاجة اسمها ميثاق الجزيرة مدني. جابوا الميثاق اتكلموا عنه 39 ودعموه، بعد شوية ظهر ميثاق ابن عوف الوزير ومعه 50 شارد مغتربين قاعدين شغالين في مكاتب فمان، اللي قالوا احنا حنكون مبادرة نحكم بس السودان. قلنا حاضر، انتم ما اسيادنا، احنا ما حاجة.
انتوا البيطار واحنا والله اي حاجه بتعملوها لنا كويس. جابوا المبادره خطوها لفوكلر، ظهروا ناس ثانيين قالوا لا نعمل ميثاق الشعب. دي ذات لا بتمثلنا اللجان الاولى ولا اللجان الثانيه ولا لجان الاقاليم. حلو، اطلع لايف يا فلان الفلاني يقول لنا والله الحكومة الجاية دي إلا مدنية والشعب يحكم نفسه. الشعب يحكم نفسه كيف؟ الشعب ما هو حسيتها ظهرت لجان. اللجنة دي إذا دعم سريع أو جيش أو حركات مسلحة، مش مواطن سوداني أي مش قاعد مع فوكلر دق صدره الولد ده. أنا بعتبرها شجاعة أدبية. حتى بتاع التنسيقيات دي اللي مع محزبين، أنت ما عارف أنت داير منو يحكم كيف؟ الشعب السوداني يحكم نفسه بنفسه. حسي لنا الأربع سنة الله يصين في يحكم نفسه بنفسه دي، ما بدك توريني الطريقة. قاموا شباب مشوا براون كتبوا مبادرة، قعدوا مع فوكلر. انت طلعت لايف قلت ديل ما بمثلوا، ظهروا تاني لوحدين قالوا نمشي احنا بمثل الشعب. قالوا لين انتوا ما بتمثلون؟ جات التنسيقيات دي محزبة وكلهم جهاز امن وكلهم كوادر بتاعت احزاب، شالوا ورقة مشوا قعدوا مع فوكلر قال لي يا اخي نقسيمها معك. طلعوا الناس في اللايف قالوا ما بمثلون. جات الاحزاب، ذات الاحزاب حزب البحث وحزب ما قاعدين متصور. ودي ده ما متصور مع اردول في مكتب فوكلر قبل اسبوعين، معاه مريم الصادق الحزبون. قالوا لا ده الممثل. انت داير طيب تجيك كيف؟ تفضل اشرح لي. نعم انتخابات، لا 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 الانتخابات دي حجيب حميدتي. يا سيدي الكريم حميدتي يجي كيف يعني؟ حميدتي حيجيب الانتخابات، انتوا دايرين تجيبوا انتخابات حميدتي؟ كوادر الاحزاب المدفوعه ويطلع يقول لك يا اخي انتوا الانتخابات حتجيبوا من وين؟ قاعد وين حميد؟ بسألك حسي، تفضل يا كادر حزب يا ناشط او الناس اللي بتطلع تشبكنا البديل وما البديل انا وانت والكلام العاطفي الفارغ. يا زول هاي ورق بس، ورق ورق، كلام الفاضي ده ما بينفع. انا اطلق في الظلام، انت قاعد في فرنسا، انت قاعد في قطر، انت قاعد في البحرين، انت قاعد في، لا لا ما بعمل لك الحاجه دي ثاني. واحنا حدنا هنا الشهيد الحلاوي اخر شيء نقدمه لكم. الدار يطلع صوت الصوات ده اللي يطلع يجيب ولده بس، ما عندك كلام كثير. صوات الكثير دي ما بتنفع، داير تصوت كده تجيب ولدك وتعال انت. احنا وجهنا اللجان، ده قاعد ليه في وين وده قاعد في، لا لا ما في كلام زي ده. تعال غوده انت، قفل ما بنقفل المطر، تعال قفله انت. اركب الطياره، خليك راجل زي الحلاوي ده، طلع سمع كلامك، خليك زي الشهيده اللي قدموها في الصحافه عمرها 13 سنه، خليك زي الشباب ده كلهم ما شهد في التروس ده. انت قالوا شنو؟ مدارس مقفله، جامعات مقفله، شغل ما في، حياته معطله عشان حضرتك تطلع. والله كنت زهجان ما قادر اطلع للناس دي لايف عشان اوجه، لكنه شنو الايام الجايه بحاول افضل. يا اخي لا لا يا جيفارا، برافو 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 يا سيدي الكريم. انا دار اخذ عرق واسيح دم. السؤال الاول، عاوز الحكم المدني يجي كيف للشعب؟ وريني طريقه التسليم. في ناس دقوا صدرهم، انت اعترضت عليهم، بتقول عليهم مزيفين، واحد لجان مزيفة، اثنين بتقول عليهم كوادر احزاب، ثلاثة بتقول عليهم احزاب نفسهم، اربعة طريقة الاختيار انت رافضة، انت مش رافض الناس نفسهم، انت عندك خلل في التفكير بالمناسبة. انت رافض طريقة الاختيار انه حزب يفرض نفسه عليك يمشي يقعد مع فوكلر. عشان كده قام ربنا سبحانه وتعالى ادانا فيها حاجة اسمها شورى وننتخب الزول اللي حكمنا. انت رفضت الموضوع ده، يبقى ما في حل، الموضوع ما هيتحل. الليلة انا حنتظركم كل الاربعين مليون تجمعوا على ميثاق واحد مطلعاه لجنة واحدة، وحنتظركم في اخر لحظة تيجي توقعوه في مكتب فوكلر، اطلع بقول لا انا سوداني اعترض واطلع اي حاجة، انا اعترض على الحاجة دي. الحاجة الاولى يا سيد الكريم، المسألة بالصوتوا فيها دي ما عندها حل. واحد اثنين قالوا حميدتي حيجي عن طريق الانتخابات، اتفهم كلامك ده تماما. حميدتي حيجي عن طريق الانتخابات، حميدتي قاعد في القصر الجمهوري حسي. لو اربع سنة جبتوا انت كاحزاب وجبته بعد 25 جابوا حمدوك، والان هو قاعد حاكم وحمدوك قاعد برا السودان، حميدتي قاعد في القصر الجمهوري حسي. انا داير اشوف رجالتك وشجاعتك في انك انت ترفض حميدتي. امشي واجه حميدتي الان، ما تقعدش بكون نواجههم بصدورنا العاريه ونواجههم ببناطيلنا الناصره. انا ما داير كلام فارغ زي ده، انا داير اشوف واحد فيكم انتوا في المقدمه بتاعت المواكب. حتى الناس اللي بيطلعوا مواكب بيركبوا العربات حقتهم وبيركبوا بعدين في النهايه الانفينيتي، ولا بيركبوا العربات الكروزر المظلله، بيقودوا المواكب في الاول بيتصوروا لايف، وكل ما مرصودين يعني. اللي بتعمل في ده ما تمثيل يا اخي، انا فاهم الكلام ده، لكن اقسم بالله العظيم وجلال الله وعزه المعبود، انا حي في الدنيا دي في السودان ده، انا حاسس انه انا حق كده حق لعب براي. بالمناسبه ما قادر معي اكون اي حاجه، احنا الان بنتكلم. انت حميدتي ده خايف يجيب الصندوق، اي حميدتي تاسع قاعد في القصر الجمهوري وساكن في القياده العامه ومستولي على السودان كله. امشي وريني انت قدرت تطرده كيف. الكلام الفاضي ده انا ما بينفع معي، حميدتي لن يبعد الا بالصندوق. عندك اي حل ثاني قدمه لنا، الكلام العاطفي انا ما بسمعه.
تعالوا نتسلح يا اخواننا. لا لا، صرف يدعو الى تخريب الدوله ويدعو. اسمع هوي، الموضوع ده الكلام الفارغ الكثير ده انا ما بقبله. يعني الحسي على اللي بيحصل في بورسودان الان، حصلت في بورسودان مشكله تكلمنا فيها الاسبوع الفات، طلعنا قلنا يا ناس بورسودان حمتي ده حيستولى على المواني حقتكم، اذا انتوا سمحتوا بالحاجه دي تحصل السودان كله ضاع وانتوا ضحتوا. فقام ثاني يوم طلع ترك قال يا اخي حنكون تحالف بين الوسط والشرق والشمال. الكلام ده واضح فيه العنصريه طبعا، واضحه ليه؟ لانه استثنى الغرب. فالناس طلعوا قالوا يا اخي سبب استثناء ترك للغرب انه كانت في مناوشات اعلاميه بين ناشطين دارفور والجماعه في كسلة، كيف تمنعهم من التعدين وكيف تمنعهم من البتاع والكلام الكثير ده. القصه دي في النهايه اتضحت انها